حلب اليوم، أهلا وسهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 40 عملية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق خلال تشرين الثاني الماضي. قسد تستهدف بالمدفعية محيط قاعدة تركية قرب قرية مروثابر في جرابلس، والجيش التركي يرد بقصف مماثل على مناطقهم بريف منبج شرقي حلب. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض بغالبية 84 صوتا مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من سوريا، بينما صوت 13 عضوا لصالح المشروع. الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق بريف دمشق الجنوبي الغربي وريف القنيطرة وفق موقع صوت العاصمة المحلي. صفحات موالية تعلن مقتل 6 عناصر من قوات الأسد، منهم ضابط برتبة مقدم على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي. هجوم لمقاتلي العشائر يستهدف موقعا لقصف مدرسة الموح في بلدة الجلبي بريف دير الزور الشرقي الليلة الفائتة وفق وسائل إعلام محلية.